طب بعيدا عن جو الفراشه ده، كمل حضرتك قول لنا ايه تاني انجازات الاقتصاد؟ اسعدنا، افرحنا، املانا بالتفاؤل. لاول مره لدينا تريليون و56 مليار جنيه ودائع بالبنوك، 462 مليار في البورصه، و2 تريليون سيوله محليه، و3.5 تريليون مع العاملين بالخارج. الثروه العقاريه المصريه 9 تريليون دولار، تزداد حركه السياحه الى 20%. وايضا في مجال الرياضه لاول مره في تاريخ مصر والقاره السمراء اكتساح في الشطرنج. يعني العقليه المصريه ناضجه. يا خميس انا قلت لك اسعدنا وفرحنا، مش تصيح علينا.